had dignity. They were not criminals. They were not thugs. They were not, at least they didn't appear that way to me. Somebody who's coming from a military background and then being immersed in a religious environment, what could be better than seeing somebody who manifested both those things, the religious aspect but also the military aspect? And the Taliban showed that to us. They gave that for me, and this is what I saw, that these people were all of that. And you know, the fact that I came back and I looked like them, my turban was tied like their turbans were tied, my beard was like their beard, my robes were like their robes, I was them. I became them. I was now part of the team, so to speak. And when they took control of Afghanistan, I felt like I was part of a much, much larger project. Here I was, just some kid. But to belong to something now that's like basically a reanimation of the past, living like Sahaba, what could be greater than that? I mean, to plug yourself into that tradition, you cannot, the lure of that is so strong. And this is why we're seeing what we're seeing today, with extremism, with people. They want to be like the Sahaba. I mean, they want to be like the companions of the Prophet alayhi salam. كانت هذه مشاهدينا شهادة مبين شيخ والذي ينضم إلينا الآن مباشرة عبر سكايب من تورونتو بكندا. أهلا بك معنا مبين. يعني كيف يحدث في رأيك هذا التحول للشخص العادي من الداخل ليصبح مستسلم الإرادة للتطرف العنيف، لا حول ولا قوة له فيما يحدث حوله؟ هذا شيء يحدث لدى الشباب الذين يحاولون اكتشاف من هم، وهو صعب بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلدان غير إسلامية، بلدان غربية، حيث نداء المجتمع يأتي بهم إلى اتجاه، ونداء التعاليم الدينية والمنظومة الدينية تدعوهم إلى اتجاه آخر، وهذا النزاع في الهوية، هذا الشد والجذب هو الذي يجعل بعض الناس يتحولون إلى هذا الطريق أو ذاك. طيب، وكيف يمكن فهم مخاطرة الشباب بكل حياتهم للهجرة لأرض الخلافة المزعومة؟ الشبان مغامرون بالطبع ويحبون أن يتمتعوا بأوقاتهم، وعادة لا يفكرون بنتائج مغامراتهم. بالنسبة لهؤلاء الشبان الصغار، عندما ينظرون على هذه الفيديوهات يرون أبطال حقيقيين. عندما ينظر الشبان على العالم، الشبان المسلمون على العالم، يجدون من الصعب التعرف على الأبطال المسلمين. يستطيعون الأمريكيون ينظرون على جنودهم وعلى قواتهم الخاصة ويقولون هؤلاء أناس رائعون، ولكن بالنسبة للعقلية الإسلامية، من يتطلعون لمن كأبطال؟ عندما يشاهدون هذه الفيديوهات، فإن رسالة داعش أنت تستطيع أن تكون البطل، وهذه دعوتهم للشبان. طيب مبين، يعني ما هي النقطة في رأيك، النقطة المفصلية التي يتوقف عندها المتطرفون المغرر بهم ليقرروا التوبة؟ وكيف يمكن فهم هذه التوبة؟ يعني أليست رسائل الإرهاب هي ما آمنوا به في الأصل؟ نعم، إنها عملية فردية بالنسبة لكل فرد. ما الذي سيخرجه من التفكير المتشدد هذا يختلف من شخص لآخر. أحيانا المسألة تتطلب الدعوة أو تأثير الدعوة على الشخص، والشرح لهذا الشخص أن المجموعة التي يتبعها هي مجموعة خوارج،
أنهم أناس تكفيريين، وبالتالي الجانب الديني عندما تتمكن من إقناعهم هذه طريقة، وأحياناً يدركون من خلال النظر حولهم، يرون أن هؤلاء الناس يأخذون حبوباً ويتعاطون مخدرات قبل أن يذهبوا للقتال ويسمون هذا جهاداً، هذا غير منطقي بالنسبة لبعض الناس، أو قد يروا بأنفسهم عمليات قتل للأبرياء، للنساء، للأطفال، وكل مسلم يعرف أن هذه أشياء ضد الإسلام. لسوء الحظ أحياناً المسألة تتطلب رؤية الحقيقة، الرؤية بأعينكم أنتم. طيب سيد مبين، برأيك كيف يمكن تحرير العقول من فكر الإرهاب، ومن يمكن القيام بهذا الدور؟ الناس الذين يستمع إليهم هؤلاء الشبان هم أولاً الشبان مثلهم، النظائر، هؤلاء هم الذين يستمعون إليهم أكثر من أي مجموعة أخرى، الشبان الصغار أو الأصدقاء، أحياناً أفراد العائلة، وهذا يعتمد على من هو هذا الفرد. أحياناً الشبان لديهم مشاكل مع أولياء أمورهم أو مع الوالدين، وبالتالي الأب والأم قد لا يكون أفضل الناس في هذه الحالة. أحياناً رجل الدين مفيد، ولكن أيضاً المسألة تعتمد على من هو رجل الدين. بالنسبة لبعض الشبان، إذا رأوا رجل الدين قريب من الحكومة فقد يرونه كممثل الحكومة وليس كرجل دين. أحياناً استخدام ناس من الجيش، أحياناً مسلم متدين ولكن يعمل في الشرطة أو في الجيش، قد يشرح الجانب الديني ويشرح حقيقة الأمور لهؤلاء الشبان. إذن هناك فئات مختلفة من الناس يمكن استخدامهم لإقناع الشبان المقرر بهم. طيب سيد مبين، يعني مع مؤشرات هزيمته الكاملة التي بدأت تتضح أكثر فأكثر، يواجه داعش ربما هذه الهزيمة بما أسماها قوائم الموت، ما هي دلالات هذا السلوك في رأيك؟ تعني قائمة الأهداف الثمينة لداعش الذين يؤسرون ويقتلون، الرقة أو ما يسمى بعاصمة الخلافة بالتأكيد هي معرضة للهجوم، والكثير من هؤلاء اجتمعوا هناك في الرقة، ولكن أعتقد أن قوات التحالف ستحاول قتلهم أولاً، وأي شخص يبقى ويتمكن من الفرار سيستمرون قوات التحالف في ملاحقته. ربما لدينا دقيقة. يعني مبين يروي مئات الأشخاص ممن انشقوا عن تنظيم داعش أن الصورة التي يعرضها التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتطابق مع الواقع، كيف برأيك تسهم هذه الروايات في فضح الإرهاب والحد من التغرير بالشباب؟ أعتقد أن ما يجب على الدول العربية الإسلامية وغير العربية عمله هو نشر إعلانات تجارية على الإنترنت وفي التلفزيون توضح لهؤلاء الشبان المغرر بهم ما حدث للشبان الآخرين ويشرح لهم ما هي الحقيقة. بالنسبة للمسلمين يجب أن نذكرهم خاصة بتاريخ الخوارج، هذه المجموعة التي تسمى داعش هي مجموعة خوارج، والرسول عليه السلام أوضح أن الخوارج كانوا مسلمين ولكنهم تركوا الملة. هناك حديث أنهم مارقون عن الإسلام حتى يخرج الدجال في بقيتهم، هؤلاء هم الخوارج. بالنسبة للناس أن يسمعوا شهادات الناس الآخرين وشهادات رجال الدين الذين يجب أن يعلمونهم ما هو الإسلام الحقيقي. من تورونتو كنت معنا سيد مبين شيخ، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، كنت معنا في تغطيتنا الخاصة تائبون عن التطرف. شكرا جزيلا لك.